واحد بيقول انا من الولايات من مشاهدي سات 7 من مشاهدي سات 7 بيقول انا من الولايات المتحده تزوجت بامراه مصريه منفصله عن زوجها بحكم المحكمه وافق المجلس الاكليريكي على زواجنا لكن يحاربني الشيطان بفكر ان الزواج من مطلقة هو زنا اريد نصيحة قديسة الزواج من مطلقة يعتبر زنا اذا كانت هي مطلقة بسبب زناها فمدام هي مطلقة بسبب زناها لا يجوز لها ان تتزوج باخر فيبقى الزواج بها زنا كما ورد في متى 5:32 ومتى 19:9 لكن اذا كانت طلقت ليس بسبب زناها وانما بسبب زنا الرجل مثلا يبقى العنصر البريء ممكن ان يتزوج.